ويلي 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 مزيان ضرب ضرب. بالنسبه لهذا المشكل هذا خصك تشوفه من جوج من جوج من جوج جوايه، يعني من جوج النواحي. الناحيه الاولى ان الامن هو خصو يدير الامن ديالو يعني ضروري، وثانيا ان هاد الناس وهاد المجرمين وهاد الشيء اللي كيوقع في المدينه، يا حبذا ان الناس يعرفوا علاش وقع هاد الشيء، ويشوفوا شنو هو الجذور ديالو من الجاي. لان ملي كيكون مثلا كيتباع الحشيش، كيتباع القرقوبي، كيتباع الغبره، وكيتباع سميتو، اشنو كتنتظر؟ الامن راه غادي يولي ديما معرض بحال هاد المسائل هاد، ونهار يلقاو الحل لهاد الشيء هذا هنا في البلاد راه ما غيبقاش هاد المشكل. وا سيدي شنقول لك، هذوك اللي هجموا على البوليس زعما غيكونوا في 1000% ماشي في كامل قواهم العقليه، اما مقرقبين، اما واكلين شي حاجه، اما شاربين شي حاجه. راك عارف هاد الشباب اللي طالع اليوم والو ما باغيش يخدم، باغي غير يتقرقب وينعس وينوض الصباح على ما لقاش تحت المخده 600 ولا 700 ريال، راه ما كيتسماش راجل عند راسه، هو عند باله هو بين التقرقيب راه هو كل شيء. الوغ كو نو راه ما ناقص يمشي يخدم يقلب، عطا الله يمشي غير المرسى، يمشي غير المارشي الكرو، عطا الله فين يخدم وفين، وغيب منها غيتدها ومنها غينمي حتى قدراته. في المرسى مثلا راه غادي يعرف نوع الحوت، غيعرف اللي غيتكل دابا، اللي ماشي وقته واللي ماشي، ولكن الله يهديهم اش غادي تقول. ولكن باش يتهجموا على البوليس لا بد لا بد، قلت لك راه 1000% ماشي في كامل قواهم العقليه، ماشي هذا بيان سور. لا اللي داروها راه غتجي معاهم، اللي قال لك الهاجم كيموت شرع، ولاش غادي نبقاو نتسناو عاد نتسناو القانون اش غايقولوا؟ لا هذا علاش انا جالسه خدامه في الكوميساريه وتجي انت تهجم عليا؟ ندير فيك اللي درت فيك، راه عندي الحق. التصرف هذا ما مقبولش، وديما لان البوليس كيقوموا الخدمه وطنيه، فهمتي؟ التصرف هذا ماشي مقبول، وما كنطلبوش، كنطلبوا من السلطات تكون حاسمه في هذه الامور هذه، فهمتي؟ وداك الشيء التصرف اللي دار الامن البارح مزيان، انا مع الامن، واي واحد راه غادي يدافع على راسه، واخا يكون ماشي امن راه غيدافع على راسه، غيشوف سلاح مهزوز في وجهه ضروري ما يتدخل. ايوا كنحييهم من هذا المنبر، كنحيو الامن وكنشكرهم على المجهودات ديالهم، للسلطات ولا كل شيء اللي واقف معانا واللي خدامين على الحمايه ديال كاع المواطنين. هذاك الشيء اللي داروا الامن بويناه، ماشي ما بويناش، وراه احتفاظ في البلاد. هذا الشيء مزيان لينا ولولادنا، ماشي هذوك الناس، مزيان لينا كاملين، كاننا شعب، والله ينصر سيدنا. هذا الشيء باش حنا كنعتنوا وباش فرحانين، لو كان ما كانش الامن وما كانش سيدنا ما غندوروش في الحريات هذنا. بالنسبه للامن، الخدمه اللي تيدير، الخدمه اللي كيديرها من حقه، لان كيحمينا فهمتي، وكيحمي المواطنين كاملين. فاش تصدر من واحد باش يهز السيف ولا موت وهذا على واحد الامن اللي غادي يحميه هو اصلا ويحمي المواطنين، راه هذا الشيء ماشي مبرر. لان الا جينا نطلقوا لهذاك ونطلقوا لهذاك، تلقاها تولي فوضى، غنولوا كاع معارضين للاجرام، معارضين للسبيت ولا هذا الشيء ديال هادشي ديال الموسبيت ولا هادشي ديال السكير ولا هادشي ديال. ولكن الحمد لله انا بعدا كنأيد هادشي ديال الامن. حنا ملي كنخرجوا راه كنخرجوا بالحمايه ديالهم، على ملي كنشوف واحد الامن في الطريق واقف هنا واقف هنا، بحال دابا غير ملي جيت دابا من جهه طرابلسين هنا تقريبا مزوقه، لقيت واحد الامن جالس مسكين، علاش؟ كيحمي هذوك الناس اللي جالسين، اللي كان قال لك راه كاينه كورونا ما كاينه كورونا، كيحميهم. الا جاو غادي يمشي ويخلي الناس خارجين، غيخرجوا اذا تلقوا العدوى عاوتاني. حنا شفنا الفيديو اللي طرا البارح بكوكي، بحي كوكي، شي دراري جاو تهجموا على السلطات داخل الكوميساريه مركز اللي في كوكي، و بغاو يفرضوا الوجود ديالهم بواحد الطريقه اللي ماشي قانونيه، جاوبوا هضروا معاهم وهم اصلا ماشي في الوعي ديالهم، والمخزن تدخلوا دافع على راسو، خرج سلاح ضرب واحد فيهم على الكتف ديالو. وكنتمناو اخو هذا الشيء حيد اخويا، راه المخدرات اخويا هما اللي دايرين هذا الشيء، فاني تيدخل هنا والحشيش، ودراري صغار تيديروا هذا الشيء اخويا، دراري صغار شي يديروا شي حوايج. غنتمناو اخويا من الامن يدير حتى هو الخدمه ديالو وينقص لينا من هذا الشيء هذا اخويا، ولا الكريساج عاين باين، لا في مدينه قديمه لا في كوكي لا في الممشيتي اخويا، بالاخص الجنوب والمدينه القديمه اخويا راه بزاف هادشي. وكنتمنى اخو من الشباب يديروا عقلهم والله يهديهم اخويا،
ماشي اخويا راه بزاف انا مراه المرض يكفينا اخويا ما بداليك عاوتاني كيزيدوا بالشغاب و ماشي اخويا ماشي في صالح حتى شي واحد لا في صالح الشعب لا في صالح الحكومه لا في صالح حتى شي واحد راه شي خربوا اخويا في مدينتهم و